سمو رئيس مركز مغاري دراسات الاجتماع الإنساني، أسد أفاضل المشاركون اليوم الدراسي، السيدات والسادة حضور كريم داخل القاعة وعن بعد. السلام عليكم ورحمة الله. بداية يطيب لي أن أرحب بضيوفنا الكرام في رحال كلية علوم الطب التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال هذا اليوم الدراسي الهام حول موضوع النموذج التنموي بين الكائن والممكن، والذي جاء كثمرة شراكة بين مركز مغاري للدراسات الاجتماع الإنساني وكلية علوم الطبية بالرباط. هذا المركز الذي يضم كل من خيرة الباحثين والخبراء في مجالات وتخصصات متعددة، والذين نشكرهم بالمناسبة على كل مبادرة والمشاريع البحثية العامة الراهنة التي يهتمون بها، وهي مناسبة أيضا لتقديم الشكر الجزيل للصديق الدكتور مصطفى المرابط على جهوده الكبيرة في خدمة هذه المؤسسة البحثية وعلى تحضيره المتميز لأشغال هذا اليوم الدراسي. طبعا يأتي انعقاد هذا اليوم الدراسي متزامنا مع تقديم نموذج التنموي الجديد أمام أنظار صاحب الجلالة يوم الثلاثاء 25 مايو الماضي كحصيلة لسلسلة من جلسات التفكير والنقاش والتشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمدنيين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي. يدشن هذا المشروع التنموي الجديد بتوجيهات ملكية سامية منعطفا جديدا نحو تحقيق أعلى مستوى ممكن من التنمية وتوطيد المشروع المجتمعي الحديث وتجاوز الاختلالات والصعوبات التي شهدت التجارب السابقة عبر تعزيز الثقة وترسيخ القيم الإيجابية والفاعلة من أجل انتقال سريع نحو مجتمع التنمية الشاملة والرفاه الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والإنصاف. إن الطموح المغربي نحو التمكن الحضاري والإقليمي يستوجب إطلاق دينامية اقتصادية واجتماعية تعمل على استثمار أمثل للمؤهلات والإمكانات بما فيها الرأسمال البشري الذي يعد الثروة الحقيقية للأمم والشعوب، وهو ما تجسد فعلا في صياغة المشروع التنموي الجديد الذي يمثل مرجعا أساسيا لأي إصلاح حقيقي يؤدي إلى التغيير والاستجابة لتطلعات المغاربة ويسير التحولات الوطنية والعالمية. إن تنزيل التصور الاستراتيجي الذي قدمه النموذج التنموي الجديد في أبعاده الاقتصادية والبشرية والمجالية يقتضي انخراط فاعل للمؤسسات الجامعية بمختلف تخصصاتها في الأوراش الأساسية التي جاءت بمثابة رافعات للتغيير، ومن خلال تأمين الشروط المعرفية والهيكلية الضرورية للانتقال نحو مجتمع البحث والمعرفة والرقمنة، وتأهيل الرأسمال البشري بالكفايات اللازمة للاندماج المنتج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي. وأمام هذه الرهانات الجديدة لجامعة مواكبة وفاعلة لتنزيل مشروع التنموي الجديد، انخرطت كلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس في هذا الورش الوطني العام من خلال الكثير من المبادرات في مجالات التكوين والبحث لا يتسع هنا المجال لذكرها، ولعل المساهمة بجانب مركز مغاني في تنظيم هذا اليوم هو بالأكيد جزء منها. حضرات السيدات والسادة، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي في هذه الترقية التاريخية يدل على مواكبة وانخراط حيوي للباحثين في مختلف التخصصات والمستجدات الوطنية والرغبة في المساهمة الفاعلة في إنجاح هذا الورش الوطني الهام. إن اختيار عنوان المشروع التنموي بين الكائن والممكن لموضوع هذا اليوم الدراسي يعكس الغاية من فتح النقاش العلمي الأكاديمي حول النتائج والاقتراحات الاستراتيجية لهذا المشروع والبحث في القضايا ذات العلاقة بمحددات التنمية وتحديات التنزيل، بمعنى تشخيص الكائن واستشراف الممكن لغد مغربي جديد. وفي الأخير لا بد لي أن أجدد الشكر لشركائنا بمركز مغاري لكل الأساتذة الكرام الذين لبوا الدعوة للمساهمة في إشغال هذا اليوم الدراسي، للجنة المنظمة من مركز مغاري ومن كلية علوم التربية،
فهم بلا شك يدركون حجم التحديات والرهانات المطروحة على مجتمعنا وعلى مجالنا الإقليمي والدولي. من الغاية إذن ليس فقط تثمين هذه المبادرة المتمثلة واقتراح نموذج تنموي جديد للبلاد، لكننا أكيد متطلعون جميعاً إلى مزيد من البحث والاقتراح في مداخل تساهم فعلياً في تحقيق تنمية شاملة في مجتمعنا، مع متمنياتي بالنجاح والتوفيق لهذا اللقاء العلمي العام. وشكراً لكم جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله.